لا أحد يقبل أن يتنمر عليه، صحيح؟ إذ إن هذه الظاهرة الملاصقة للبشر قادرة على تدمير حياة من يستسلم لها، فهل يمكن أن يخرج لنا تحدي هذه الظاهرة قصة بجمال قصة عنترة؟ دعوني أوفي السيف في الحرب حقه وأشرب من كأس المنية صافيا. ومن قال إني سيد وابن سيد فسيفي وهذا الرمح عمي وخاليا. استعبده أبوه ولم يعترف به دهرا من حياته، فشوى ذلك قلبه وولد لديه عدوا خاض معه حربا طاحنة. إنه فارس فرسان العرب في الجاهلية، وهو عند كثيرين أشعر شعرائهم أيضا، كيف لا وهو صاحب القصيدة التي يسميها كثيرون بالذهبية أو المذهبة. إنه عنترة، الفارس الذي ولد في بيئة تقدر الشجاعة من ناحية وتسيطر عليها الطبقية من ناحية أخرى. في هذه الطبقية المنتنة ولد عنترة الذي كانت أمه الحبشية سبية من سبايا السيد شداد. ورغم أن أباه سيد في قومه، إلا أن هذه السيادة لم تخرج الأب عن أعراف قومه الذين كانوا يستعبدون ابن الأمة ولا يلحقونه بنسبهم إلا إن ظهر منه تميز ونجابة. ومما زاد في التنمر أن لون بشرة هذا المولود المائل إلى لون بشرة أمه الحبشية زبيبة كان سببا في أن يسمى عنترة. ومن معاني العنترة عندهم الذباب الكبير الأزرق أو الأسود، تخيلوا أنهم يسمون به تشاؤما من شدة أذاه. فهل كان أذى عنترة موجها لقبيلته كما كان أذاها موجها إليه، أو إنه كان كما يقول: إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواها. صرع عنترة فرسان البيان وصرعهم كما صرع فرسان القتال في الميدان، معتمدا على تلك الطاقة الهائلة المضطرمة داخله، وأخبرنا عن معاناته بنفسه وبأسلوبه الراقي حين خاطب دنياه التي تمثلت في محبوبته عبلة. خاطبها في كثير من أشعاره ليعرف من خلالها بنفسه في هذا المزيج العالي من الفروسية والفصاحة والجسارة في ميادين المعارك. ومما قاله لها بشكل مباشر: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. لم يدع عنترة هذا الواقع يكسره، بل جعل منه دافعاً ليثبت للجميع أن الفروسية والشرف لا تقاسان بالنسب، بل بالأخلاق والعمل والمواقف. لم يكن عنترة مجرد محارب، بل كان فارساً ذا أخلاق عالية. لم يعرف الغدر ولا الخيانة حتى مع أعدائه. قال له أحدهم متنمراً: أنت لا تحسن الشعر مثلي، فدعه. فقال له عنترة: ستعلم من منا الذي يحسن الشعر. وأبدع قصيدته المعلقة التي سماها علماء الشعر المذهبة لجلالها وحسن سبكها وجمال صياغتها. كان ذلك العبد يرجو أباه أن يسمح له بالمشاركة في غزوات القبيلة، فيجيبه أبوه: أنت عبد، والعبد لا يحسن الكر، أي الهجوم للقتال. العبد لا يحسن الكر، بل يحسن الحلب والصر. لكن قدر عنترة كان يحضر له اللحظة المناسبة ليعلو فيها نجمه على الجميع، ففي الليلة الظلماء يفتقد البدر. تعرضت قبيلته لغارة مفاجئة، وكاد الغزاة يحسمون المعركة ويسوقوا نساءها سبايا ويغتنموا أموالهم والخبايا. فصرخ أبوه وصرخ أبطال القبيلة يستغيثون بذلك العبد قائلين: يا عنترة كر، يا عنترة كر. أبى الفارس الشهم أن يركن إلى التفكير الوضيع أو أن يلتزم الحياد ويتذرع بأنه مجرد عبد،
لكنه أراد أن يستغل اللحظة من هذه القبيلة التي احتقرته طويلا ليحصل مكسبا إضافيا، فأجابهم: العبد لا يحسن الكر بل يحسن الحلب والصر. فهم أبوه المراد وأطلق تلك الكلمات التي انتظرها عنترة مدة حياته: يا عنترة كر، كر وأنت حر. كان هذا كفيلا بتفجير البركان المدفون في نفس ذلك الإنسان المجهول، فأعمل سيفه في أعدائه وكأنه يثأر من تاريخه المؤلم بطوله وعرضه، وتذكر عبله تلك التي كانت العبودية تحول بينه وبينها، فخاطبها من وسط تلاحم السيوف وتطاعن الرماح، وأخبرها عن بطولاته التي ما كان لها أن تبقى مدفونة تحت أصوات المتنمرين، مبدعا بذلك أجمل الأشعار وأعذبها: ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلمي. لما رآني قد نزلت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي، فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صاف الحديدة مخذمي. بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأمي. فما رأيكم؟ هل بالغ عنترة في وصف تلك البطولات؟ وهل تظنون أنه انتصر من خلالها على ذلك العدو الذي رافقه فترة عبوديته؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.